تاني شابتر 9 ايكوليبريم اوف ا بادي بول كالكوليت ذا ماس ام نيد ان اوردر تو سسبند يعلق ذا ليك شون ان فيجر اللي هي الرجل دي مع الجبس بتاعها. بيقول اسيوم ذا ليج وذ كاست مع الجبس بتاعها هاز ا ماس اوف 15 كيلو جرام، يعني الماس بتاعها 15 كيلو جرام، اند اتس سنتر اوف جرافيتي 35 فروم ذا هيب جوينت. الهيب جوينت اهي المسافه دي بيقول لي 35 سنتيمتر، والوزن بتاع الرجل مع الجبس بتاعها 15 × 9.8 نيوتن. بيقول كمان the cord holding the sling، الكورد ده اللي معلق يعني الرجل مع جبسها 78 سنتيمتر from the hip joint، يعني المسافة دي من هنا لغاية هنا 78 سنتيمتر. يبقى حط كتلة هنا، الكتلة دي هتعمل ام جي، الام جي طبعا نفسها هنا، فهنا يكون في ام جي هي اللي بترفع الرجل. الوزن بتاع الرجل مع جبسها بيعمل تورك سالب، الام جي بتعمل تورك موجب عشان نعادل ويبقى التورك هنا صفر. تعال نكتب كده المعادلة، سيجما التورك عند نقطة عند الهب تساوي صفر. سالب 15 × 9.8 ده وزن الرجل مع جبسها في مسافتها اللي هي 35. اللي بيعدل الكلام ده الام جي في 78 سنتيمتر يساوي صفر. اقدر اجيب الام دلوقتي هشطب ال 9.8 واقول اذا الماس بتساوي كذا كيلو جرام عشان ده ينام براحته والماس اللي رافع رجله لفوق. 15 × 35 تقسيم 78 يطلع الجواب 6.7 كيلو جرام. وبالتالي لو حطينا الكتلة دي صاحبنا لعب كورة وكسر رجله وجالنا ينام مرتاح ورجله مرفوعة وهو مريح، يعني ربنا لا يوريكم.